اهلا وسهلا بكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله بتيت فيديو مع خويا عبد الكريم، ها هو والفولارات. لاباس عليك، كنذكرهم دائما عبد الكريم راه كاين في المحل ديال الحريزي ولد خالتي الثاني، ها انتوما. وهنايا كما كتشوفوا معايا هو الحريزي ولد خالتي، هنا كاين الصباط، ها انتوما الصباط، ها المحل ديال عبد الكريم. هما البنات، ها انتوما عندي واحد اللوين هنايا في واحد لا تونيك خديتها وجيت ناخذ ليها لا كولور ديالها. شتو البنات، هي ولا ماشي هي؟ شتو زوينه بزاف. المهم هذه البنات الليكرا، انا قلت نصور لكم لان الليكرا هادو كلهم اللي كتشوفوا كنشوفوهم الليكرا، كلهم الليكرا. شتو انا غنوريكم، هذا انا خديته. بالنسبه لهذه الليكرا شوفوا كيفاش كتجي دايره، الليكرا غير غزاله. شتو انا الليكرا كتعجبني حيت ما كتبقاش تزلق ليا من فوق راسي، وما كنبغيش ندير نورمالمون اللي كيبغيو يديروا زويفات اخرين كيديروا داك اش كيسميوه بوني، داك لا البوني اللي كيكون تحت الفوله. كاين كاين، شوفوا كيفاش كتجي دايره زوينه حتى هي. يمكن ناخذ منها حتى هي شي لوين اللي كتلصق. علاش قلت لهم كتعجبني بلا بوني هذه كيف ما كتشوفوا معايا، نوريكم اللوينات. هانتوما شوف، كاين الغوز، كاين الكري، كاين النوار بيان سور، كاين هاد الحمامر هذا، كاين هاد المسكي، كاين الغوز، كاين صفيفر. هادو اللي قدامي، عاد كاينين لوان اخرين، هذا الكحل، جون موتارد، الزريرق، الكري تا هو هنايا، هاهو الغوز بارد تا هو زوين، هاهو هاد اللون تا هو كيحمق. شتو كيحسني هو هاد اللون هذا غزال، ابيض، مارون. شتو راه فيها يا البنات، فيها بزاف د اللوينات. واللي زوين فيهم ان جاب هذا وجاب واحد الشكل اخر، هادو راه كلهم اللي غتشوفو معايا ليكرا. شتو دابا هادي ماشي هي، هادي ماشي هي، هانتوما هادي بوحدها ليكرا كاينه. باش يشوفوا الفرق زعما، شوف شي لوين. هادي 100% قطن، ها قطن قطن، ولكن دير بحال ليكرا، بحال ليكرا قطن. شتو اللي ما كتبغيش ليكرا ولكن كتبغي الفوائد ديال ليكرا، حيت كطلع حيت كيلصق فوق الشعر ما كيبقاش يطيح، تاخذ هذا. هذا قال لي 100% قطن، حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا كيجي فيه لي غيور زويون هذا، وفيه لوينات رائعين. هانتوما هذا المغلوق ديالو، ها هو المفتوح. شتو وهنايا فيه النوار، فيه تا هو الجون موتارد، فيه الكري، فيه الفوشيا، البول، تقريبا جميع الالوان، المارون كاع الالوان. كنذكر هذا قطن، هذا اللي خديت انا ليكرا، الشكل هذا اللي وريتني حتى هو ليكرا. وهذا كاين واحد الشكل هنا نوري لكم، واش باين لكم؟ بعدا نوريكم، شوفوا الزواقه تاعو كي دايره، ماشي مشكل حل. شوفوا نوريكم بعدا الالوان، هانتوما فيه الزرق، فيه هذا اللوين هذا بحال اللي خديت انايا تقريبا مغلوق عليه، الابيض، الكحل. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي داير هانتوما. وباش عجبني مهوي هذا مفوه، فوالا يعني ما كيزمتش. هذا ليكرا دابا، هذا ليكرا. شوف غزال حتى هذا الاخضر الملكي زوين، هذا اللون هانتوما فيه هذا لو بيج، فيه الزرق، فيه الجون موتارد، وفيه البوردو، فيه تقريبا كاع الالوان متوفرين فيه. شتو عاد كاين ثاني واحد الشكل اخر، هذا حتى هو ليكرا. شتو هانتوما ليكرا عادي شويه، هانتوما هذه ديال 20 درهم، هذه ديال ولكن زوينه. جبد لي وحده تشوفها، هانتوما انا كيعجبوني الاثمنه عندك زوين. هانتوما شوفوا هي كيفاش دايره، انا غنوريكم اللوينات بين المحله اللي فيني من هنا. هي هذه هانتوما، الغوز، الجون موتارد، الابيض، الخضيضر، الزرق، والخضر هذا الخضر الاخضر ملكي، وهذا خضر خزي فوالا، لو موف، والصفيفر. كاين هاو تاني بلو مارين نوار، هانتوما هنايا بلو مارين، كاين واحد اللون معرفتش كاع اللون كبير، بحال نيود، هذا النيود. دابا هادو كلهم بعشرين، كلهم بعشرين، تبارك الله عليك، 20 درهم البنات، واللي خديت انا تاهي 20، كلشي تبارك الله عليك، والله الا 20 درهم، واللي بالقطن اللي قطن وريتيني، هذه اللون 30 كانوا ب40 درهم، الله يعطيك الخير. شوفوا 30 درهم اللي ورينا لكم ديال القطن، وهذه نوريها لكم، ياك الله يحفظك. شوفوا معايا، بغيت نقول لكم بعجاله عبد الكريم راه كيدير لا ليفغيزون، يعني الناس اللي بغاو مثلا ممكن ياك مدن اخرى ممكن دير لهم لا ليفغيزون، وفي كازا، حتى كازا. هانتوما البنات شفتوا كيفاش كيجي داير، هذه ليكرا حتى هي شحال قلتي لي هذه؟ هذه اللي 20 وديال 30 نعاود نوريها لهم، هي هذه باش تشوفوا الفرق بيناتهم. هذه 30 حين تقطن، هاي تقطن هذه نيونا، انا عجبتني هذه الازياتيك، هذا نتوما شال كوتون 100%، يمكن حتى هذا ناخذ منه شي واحد، يقدر ناخذو في النوار، ناخذو في النوار. شفتوا البنات هذا الفن كيجي في الشده، وكاين هذا ب 20 درهم، يعني جميع لي بيدجي كاينين متوفرين. ها نتوما معايا البنات، ثاني كاين هذا لو موديل، هذا فيه الطول وفيه العرض، شوفوا قداش هذا واش ليكرا ولا قطن؟ قطن ليكرا، قطن ليكرا. شفتوا كيفاش كيجي داير؟
شي حاجه زعما معايا الحريزي وخالتي سلم عليهم انا جيري من تقدا الله يحفظك امونا عندنا وراه ما كتجيبي لكم غير حاجه مزيانه لا غزال انا ديما كنت بين يديكم عرفتي فين كنت كنت عند زهير مول الذهب وجات عندي واحد السيده تقول لي الفولار اللي فوق راسك منين خديتي الشان سميتو عند عبد الكريم لا غير ضروري راه كاين عند عبد الكريم شتا البنات لا حيت غزالين فولارات ولات من على قد جيبي ها انتم وريتكم 20 وريتكم 30 شي حاجه طوب غزال شو البنات قداش يلاه زوقه جديده يلاه جابها ها والله جاو ياك جميع الالوان فيها لا ما فيهاش لون بزاف هذوك اللون الطبيعيين طبيعيين بردين مفوهين اللي كيتلبسوا مع كل شيء كيتلبسوا مع كل شيء الناس اللي بعقول اللي عفاهم ديكرادي مع اي حاجه هانتوما البيج البلون كاسيك نواغي غري هذا كيجي كله نواغ ياك ولكن هذا نيود تقريبا لمسوه غير هضره حيت هذا قطل ليكرا قطل ليكرا شحال غزال حمقني وفيه ما كيعرقش وفيه الطول والعرض لا وكيتيرا كيعطي غزال وما كيزلقش من فوق الراس انا كيعجبوني هادو لانهم عمليين كيزلقوش فوق الراس اللي ما عندها شعر قاقاب لها بعدا في شعرها شوف عليك لا اللي كيكون عند الراس ديما ديك لاتوش ديما ديك لاتوش عجيبه تبارك الله عليك ما عرفوش شعرها ولا ما عندها شعر ياك والحمد لله لا الزيف كيسترنا والله الا كيسترنا وحق الله شتا البنات هذا شحال داير هذا 80 هذه 80 درهم ليكرا قطن وكيجي عارف فيه الطول وفيه العرض وقلت لكم فيه اللوينات فيه بحال فيه بحال الراندا شتو هي فيها في الجناب شتو فيها بحال الراندا غزال عجبني بزاف تا هو العاشقات الاناقه كاين هاد الليكرا هادي اللي كتجي هنا فيها الموتيف ديال شانيل فيها هاد بحال الدي هنايا اولا بحال او شتو وفي اللوينات في اللوينات زوينين هادو ياك اللوينات هانتوما هانتوما ملي غنوريكم هنايا النواغ كاين هاد السومو كاين الزرق الكري المارون الخزي شتو شوف ياك بعدا كاين تاني هنايا الزريره وكاين النواغ وكاين هاد النيود وكاين الكري شتو كاين تاني زواقه اخرى تما تبارك الله خلاتي الحيز ياك لون انسيك لون لون انسيك لون والله العظيم غزال هذا تا هو هذا كيجي كيجي سامبل وكيجيو فيه هكا بحال مرشوش بلاصه خاص وهنا كيف ما كتشوفوا معايا هذا الموتيف هذا شحال كيديروا خويا عبد الكريم 50 درهم هذو البنات 50 درهم كنذكر راه كيجي حدا المحل ديال الحريزي ولد خالتي البيع البيجامه كيجي ملاصق معاه ها هو شتو البنات ما قلتش باش ما نشدش معايا السيدات الداخل ها هو حداه مول لي فولار ديما كنسولوني اه هذا هذا البخي ابورتي هذا هذاك واحد هذا زوين عاوتاني وفي لونات وارد صح شوفوا معايا باش نوريكم في الشده دابا هذا السيده ما مزوق هو منو فيه منو فيه شفتوا حلو 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 باش تشوفوا شوفوا كيفاش كيجي داير هادو توما راه كيبيعهم اللي كيحافظوا على الفولاغ ما كيتثقبش بحال الفنيته ها هما الشكيلات ديالو شوفوا معايا شوفوا 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 الشكيلات كاملين كنذكر عبد الكريم راه كاين في قصريه الزموري كتسمعوا القصريه في الصداع قصريه الزموري في شارع عبد المؤمن حدا درب غلف وكنذكر ما كيحلش غير نهار الجمعه شوف هذا كيفاش كيتلبس ها آه كيتحزم اللور كيتحزم اللور آه داك الشيء تنقول انا كيفاش كيبان مزير ها انتم شفتوا ديك من الحريزي كيصحابنا كلنا بحال هكا داك الشيء اش قال لي عالم الله يسعدك شتا البنات كيجي غزال هذا كيتحزم على حساب ياك الجهد اللي كيف ما بغيتي انت تحزميه مزير مرفوف كدوري تشدي بشي حاجه هنا وتلعبي اولا بحال كي كنتي داير انت قبيله شتا عجبني شحال غزال كتبدلي بحق شويه من ديك الشده العاديه وباش زوين كيبقى مجدود من القدام هذا ما كيزلقش هذا ما كيزلقش كيتبد شتو هانتوما نشوفوا باش يبقاو معايا البنات باش نوريكم اللوينات ديالو هانتوما البنات بالنسبه للوينات فيه لوينات غزالين بزاف 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 وريتكم البلو مارين فيه النواغ هادو اللوينات البازيك فيه الفوشيا فيه الغوز فيه البوردو فيه الكري فيه الجون موتارد وهنا كيف ما كتشوفوا معايا فيه الابيض فيه الغوز فيه هاد الكريج هذا فيه هاد غنقول لكم لا كولور مورتاديل وفيه هاد الطوب هادي وكاين حتى هاد اللون هذا بحال مارون فوالا مارون وهذا هو الزرق اللي كانت لابسه لينا المانكا شفتوا فريمون لوينات فيه زوينين هاد البخي ابورتي وباقي فيه ثاني هاد اللون هذا ماشي هو هذا هذا مغلوق وهذا مفتوح والابيض بلون كاسي هادي اه هذا بلون كاسي فوالا ها البلون كاسي وهالبيض تبارك الله راه فيه شي 10 اللون ولا اكثر 12 لون شي 20 لون صح انا هاد اللون اللي حمقني هذا تيعجبني هذا
وبالنسبه للثمن شحال كيدير هادو؟ 50 درهم. 50 درهم. 50 درهم دابا 50 درهم. يلاه ليكم نتوما البنات 50 درهم. وهذيك الليكرا اللي وريتكم اللي كتكون فيها دوك لي موتيف بيست خاص 50 وهذه هي خلا لكم ب 50 فريمون زوينه. راه غنحط لكم الرقم ديال الهاتف ديالو ها لو غري الرقم ديال الهاتف تاعو نخليه في صندوق الوصف بغيتو تجيو القصريه مرحبا. كيف ما قلت لكم راه كيحلوا من 10 من 10 ونص 11 تاع الصباح ياك حتى ل 8 العشيه تقريبا. هانت الخزي شوفوا معايا هذا اللون هذا 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 خزي هذا هذا غري مغلوق غري نوار وهذا خزي مفتوح شتو ملوينات زوينين وراه كي قلتي ياك ان شاء الله غادي تحول غيكون محل كبر ان شاء الله باذن الله الا يسر الله سبحانه وتعالى غيدير محل كبر باش تجيو وتقدروا تدخلوا وتشوفوا على خاطر خاطركم. واحد الليكرا اللي كناخذها من عندك دائما فينا هي هادي فينا هي هي هادي واحد الليكرا يا البنات هادي ماما كتحماق عليها شوفوا شوفوا ديتها لا عجباتها وانا عندي فيها جميع الالوان. هادي ليكرا موشتي كتجي بحال مرشوشه من لونها وشوفوا معايا انتم اللي غادي يهزها الا ممكن تهزها ليا انتم شوفوا معايا كتبان كتبان مفوهه حتى هي ما كتعرقش. انا ماما ما كتقدرش على شي حاجه مزموته ملي ديتو لها عجبها بزاف بزاف شفتوا. هذا اللي كتشوفوا معايا راه ان غري نوار وهي اللوينات اللي باقيين فيها قولوا لي في اللوينات بزاف دا فيها دابا يعني باقا غتجي ماشي ما غتجيبهاش فيها اللوينات كاملين فيها شي لوينات ما دايرينش فريمون اللوينات اللي فيها ما دايرينش. وباش عجبتني هذه تجي في 2016 وفي الشتاء في الشتوى ياك. وشحال الثمن ديال هذه كتبقى؟ 20 درهم. والله الا البنات اللي كتسولني تنقول لها ب 20 درهم كتقول لي غزال من خديتي. دابا غنتقل لكم لعاشقات الفولار. انا درت نوبتي انا كنمشي مع الشال. دابا عاشقات الفولار كاين هذا قلتي لي خيط خيط بربر خيط بربر يا البنات شوفوا معايا فن شوفوا كي تيبان عرفتي تيبان تا هو مفواه لا كاليتي شي حاجه غزاله. انا غنبعد شوفوا معايا هذا راه كله فولار شتو قداش وقلتي فيه لوينات زوينين هانتوما نشوفهم من هنايا هانتوما انا غنوريهم لكم بقاو معايا هانتوما البنات اللوينات شوفوا اللوينات ديالو شوفوا اللوينات كاع اللوينات متوفرين كلشي اللوينات كاينين تبارك الله هانتوما اللي فيها البوغدو اللي فيه الكري اللي فيه الزرق اللي بغات فيه الخزي كلهم كاينين. وشحال الثمن ديالو هذا؟ بصح 40 40 درهم البنات ديال الخيط 40 درهم حيت انا ما بغيتش نوريكم غير الشال وصافي قلت لكم حتى الفولار للسيدات اللي كيبغيو كاين شي شكيل اخر شي حاجه جديده نوريها لهم. غنبقى لكم دائما في اطار الخيط شوفوا معايا هذا الفولار هذا عجبتني الزواقه ديالو شوفوا معايا الزواقه كي دايره فن فن الوسط كيجي سامبل والجناب كلهم كيجيو مزوقين شوفوا معايا كيفاش كيجي داير كيجي رائع وفيه تا هو اللوينات فيه اللوينات ديالو كاملين شحال كيبقى هذا الثمن؟ هذا 20 20 20 هانتوما خيط 20 درهم البنات فولار كاع الالوان كاينين غنوري فين هما ها هما البنات انا غنقرب لكم باش تشوفوا لا لا بلا ما تخسرها الديكور على الزوينات شوفوا البنات الالوان هانتوما شوفوا اللوان ديالو كلهم هادو 20 درهم فقط وديال الخيط اللي وريتكم الاولين 40 وعاد وحدين جبتيهم لي هادو حرير هادوك حرير هانتوما هادو حرير الحرير بيان سور كتلبسو تحت منهم البوني هذا ثاني كبير بلاتي غنرجع اللور شو قداش شتو قداش هذا ديال الحرير كيجي بحال شي طابلو شتو غزال 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 غنشوفو اللوينات ديالو خويا بكلب نشوفوهم من بلاتي ها من هنا غير من هنا هانتوما شوفو اللوينات ديالو اها اللي فيها الغوز صومون شتو تبارك الله اللوينات كاملين من المغلوقين من المفتوحين حتى المغلوقين واو شوفوا هذا كيدير هذا واعر هذا هذا غزال هذا شوف فن شوف دابا هذا حرير اللي عنده شنو هذا؟ هذا شوف باش تنفصلو مونتورين ديالي شوف وهذاك اللي قلتي لي حرير فين هو؟ هو هذا هو هذا 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 ماشي حرير اللي شفنا في الاول انتم بحبتوا بحال الحرير بحال الحرير ولكن ماشي حرير باش ما الله تبارك الله عليك شحال الثمن هذا كيبقى هذا كيبقى 70 70 درهم ها انتم البنات شوفوا ثاني هذا كيدير شوفوا البنات هذا كيف كيجي داير غزال 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 حتى هو شوف معايا كيعاون هنا السي الحريزي العمده راه العمده السي الحريزي ديال القيصريه الحريزي معروف على نتوما ما شفتوش في الفيديو ديال البيجامه انا جبت لكم الفيديو تاع الفولار قلت لهم غير تجيو تجمعوا لنا وحنا معاكم الخير ديما الجديد
كل حاجه تبارك الله هنا بغيتو بخيت الزموري شي واجد شي ناضيه من راسك حتى رجلي الله يحفظك انت من رجلك تكساي من راسك تكساي الملابس اخرى تكساي كلشي كاين تبارك الله عليك عند ولد خالتي الحريم الله يحفظك الشيء البنات شوف عجبني عجبني هذا الفولار تا هو قال لي عبد الكريم خصك تبدلي شويه لو ستيل زعما ندير زعما على شكيلات اخرين ولكن هادو خصني لهم البوني من التحت جو بونس شفتو فنين هادو شحال دابا كيبقاو؟ هادو كيبقاو 80 80 درهم هادو حرير هادو اللي كتشوفو معايا حرير وفيهم اللوينات كيبقاو ب 80 درهم ها نتوما اللي وريتكم ديال 80 درهم شوفو معايا الشده ديالو في المانكان كيفاش كتجي دايره شفتو ها نتوما شفتو كيفاش كتجي مزال حقا كيجي رائع اللوان تاعو رائعين بزاف الا بغات بحال هذاك الفولار ديال بربري راه كاين لو شال ديالو عفوا يعني بربري في لو شال هذا تاهو 80 درهم غزال ياك خيط هذا ولا حرير؟ خيط حرير هذا حرير البنات 80 درهم شال كاين حتى هاد الخيط البنات هادو شوفوا معايا 50 درهم 50 درهم شال شوفوا البنات معايا ثاني هذا ثاني شكل اخر هذا الطول طول والعرض شوفوا معايا شحال طويل كيجي مفوه هانتوما شوف كيفاش كيجي داير وطيح طيح 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 بحال كله غربي غزال مغربي كيعرف قلك مغربي هذا شال مغربي شتو غزال هذا كيلعب ها شتو طيح طيح بحال الماء شي حاجه بحال الماج اه فن وكيجي غايه هانتو شوف غنشوفو اللوينات جميع اللوينات كاين هاد اللوينات كاين البوغدو كاين هاد اللون اللي كيحمق هاد اللون واعر واعر بحال مارون بحال مارون طوب اللي هي بيضا يجي معاها يجي زوين واللي زرقاء ما يجيش معاها يعني اللي بغي سمراء بغي يقول لي قلت لهم زرقاء تخاصموا منك البيض ديالو البيض شوفوا واعر البيض ها انتم البيض تاعو راه كيهز راه فيه الثوب تبارك الله موف بال بارد نوار 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 غري هذا نوار غري وهذا نوار 100% شفتوا انتم نوريكم الفرق بيناتهم هذا نوار 100% هذا نوار غري وفيه الصومون رائع هذا الصومون وفيه الكرونه كما ورينا الكرونه اللي هو هذا هادو كيبقاو البنات 70 درهم واش هادي ليكرا قطن ولا شنو؟ ياك ليكرا قطن حيت هابطه بزاف لا عاودي جدوا النظريه شوفوا شوفوا كيفاش داير كل اسرع انا كنبان لكم ها وفيه الطول بلاتي نوريكم هنا الطول شوفوا شحال ديال الطول فيه شوفوا شحال ديال الثوب 70 درهم هذا 70 درهم وفيه لوينات غزالين ومن ليكرا قطن اللي وريتكم غنتقلوا للكريب هذا كريب كيف بحال مكمش هو راه زواق شي حاجه جديده كريب واو على اللوينات البنات شوفوا اللوينات اللي فيه شوفوا اللوينات اللي فيه القصيبي شوفوا معايا البلو سيال شوفوا معايا لو غوز هذا كريب مزوق زواقو منه شوفوا معايا البلو مارين هانتوما اللوينات كيفاش كيجيو دايرين فريمون شي حاجه طوب هادو دي فولور ولا دي شال دي شال هادو دي شال شفتوا قلتي كاين هاد الشكل وكاين شكل اخر هذا بشحال هذا اللي كيجي مزوق 50 هذا 50 درهم من الناس ديالي هذا ياك الله يحفظك والاخر اللي سامبل انا نوريك اللوينات غير من هنا هانتوما شوفوا اللوينات جميع درجات الالوان شوفوا 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 الخزي كيف ما كتشوفوا معايا الليموني المارون الكري درجات ديال اللوينات كلهم عنده تبارك الله و 50 درهم كنذكر هادو ديشال ديشال وهذا حتى هما ديشال ها هو فوالا البنات كيف ما قلت لكم راه كاين الاشكال والالوان ها انتوما هادو انا ما بغيتش نطول عليكم المهم درت حجه وزياره كل مره كنبغي نجي عند عبد الكريم كتشدني شي حاجه كنتعطلو في التصوير وما كندير حتى شي حاجه فقلت اليوم ضروري نجي على قبل هادو خيط كلهم شوفوا معايا اللوينات كلهم هادو خيط شحال دايرين الثمن ديالهم هادو 50 درهم كيبقاو بالثمن ديال 30 درهم هذا الموديل ديال الخيط كامل وهادو اللي كيجي فيهم التكماش حتى هما 30 كيجيو غلاظين 30 درهم شحال هادو 30 ولا كنتمنى متابعي القناه انا نكمل ناخذ لي فولاغ ديالي كناخذ هادو قلت لكم ديال ليكرا غناخذ هذا وغناخذ شي حاجه من المخطط كنتمنى ان هذا الفيديو عند عبد الكريم يكون عجبكم تكونوا استفدتوا منه غنخلي لكم المعلومات ديالو في صندوق الوصف غنحاول مره نجي نضرب عنده هكا طليله شوفوا الجديد اللي عنده الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من جيم وبارطاج وغنقول لكم بسلامه نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.